أنا أيضا نشرك معنا من تعز حياة الذبحاني وهي مطلعة على أوضاع الجرحى ولها نشاط في هذا الجانب. مرحبا بك حياة وأهلا وسهلا بك. نحن هنا مع الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي، نسلط الضوء على الأوضاع الصحية واستمرار معاناة الجرحى، ولعلنا نستكمل في الحديث عن الأوضاع الصحية ونعود إليها، لكن حتى نختم موضوع الجرحى وملف الجرحى، المعاناة التي يعانيها جرحى المقاومة والجيش الوطني والمواطنون في داخل تعز الذين يسقطون نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح، جهود التخفيف من معاناتهم إلى أين وصلت؟ نعم، مرحبا بكم وبكل المشاهدين قناة سهيل الفضائية، كما نرحب بالأستاذ شوقي الشرجبي. في حقيقة الأمر الأوضاع لا زالت مأساوية في مدينة تعز وخارجية حد السماع، لأن البشرة الفرنسية ما زالت حتى اللحظة تحت المدينة مختلفة لما يسمى بالهدنة التي تعتبرها هنا مدينة تعز هي هدنة. عفوا حياة لا نسمع الصوت بشكل نعم. جيد، الصوت غير واضح بالنسبة لنا. نحن في حقيقة الأمر كما ذكرت لك بأن إذن لعلنا نعاود الاتصال بك حياة الذبحاني، سنعاود الاتصال بك حتى نتمكن من الاستماع إليك. الجرحى الذين في داخل المملكة أعدادهم، لديكم إحصائيات بالأعداد بالأوضاع يا أخي العزيز؟ طبعا أنت تعرف أنه الجرحى هم ينقسموا إلى أقسام، جرحى يتبع وزارة الدفاع وجرحى يتبعوا وزارة الصحة، وبالتالي احنا الآن ودخول الجرحى وتنقلهم بين المدن بطريقة غير منظمة مع الوزارة، تاه الجريح والوزير اقصد وزارة الصحة والمتابع أيضا في الداخل. يعني مثلا الجرحى يأتون من أيضا في ناس يأتون من محافظات لا يأتون بالطرق الرسمية، أقصد عبر عندنا منافذ معينة للوصول إلى شرورة ونجران وجيزان. طبعا الإخوة في الداخل وصول الجرحى بالطرق لا غير منظمة ولا منسقة مع وزارة الصحة تصعب على الوزارة إيصال نعم الاطلاع والمتابعة حتى. طبعا طب لابد من آلية لتتجاوز مثل هذه الأمور، ولعلكم تشرعون فيها في احنا الآن قلت لك ناويين إلى الآن نحط برنامج مع الإخوة في المنفذ، بحيث أنه طبعا هذا قد يحد من الدخول، وهذا هو سلاح ذو حدين، لأنه قد ينظم لكنه يحد من لكنه يحد، وهذه مشكلة في حد ذاتها. وهذا مشكلة في حد ذاتها. يعني الآن مثلا المواطن في اليمن يحصل له حادث، وين يروح؟ يريد أن يدخل ومن حقه أن يتعالج. المواطن الآن يتضرر، ما فيش معه غسيل كلوي في الحديدة، يريد أن يتعالج، هل يروح البحر أم يروح البر؟ ما في إلا طريق واحد، يا البحر ونزيد ما تبقى من الشعب يغرق كما يغرق الليبيين والسوريين، أو المنفذ الذي نقوم بتحديده نحن، وهذه مشكلة في حد ذاتها. نعم. وبالتالي الأوضاع مأساوية للمرضى والجرحى في اليمن بكل المحافظات. وتأهيل مثل ما ذكرت في البداية، مستشفيات تعالج ما أمكن من الحالات في الداخل هو جزء في غاية الأهمية. عادت إلي الآن حياة الذبحاني رئيس رابطة إعلامية تعز متابعة لموضوع الجرحى وملفهم. مرحبا بك حياة، كنت سألتك قبل قليل حول ما يتعلق باستمرارية جهود التخفيف من معاناة الجرحى، إلى أين وصلت؟ نعم، في البداية مساءكم سعيد وكل مشاهدي قناة سهيل الفضائية، كما نرحب في الأستاذ شوقي الشرجبي الذي نتمنى منه أن يحدث إنجازا كبيرا في ملف الجرحى وفي ما يخص الصحة في عموم الجمهورية. الوضع في مدينة تعز هو كارثي حتى الكون، كارثي حتى السماء، لأن الحرب لا زالت مستعرة، لأن الميليشيا صالح والحوثي لا زالت تقصف الأحياء السكنية مزيدا من الجرحى واختراق للهدنة. وضع المستشفيات في المدينة هو وضع متهالك للغاية، مستشفى الروضة تغلق أبوابها
في وجه الجرحى والمرضى بسبب أن هذه المستشفى لم تجد الدعم الكافي واللازم الذي يمكنها من الاستمرار في مهامها الطبية والإنسانية، إضافة كذلك إلى عدم وجود الكادر المتخصص في مدينة سعد. وأنا أستغل الفرصة هنا لأناشد وأنادي كل أطباء مدينة سعد في العودة لكي يسجلوا لهم شرفا وطنيا. يجب أن يعودوا إلى مدينة سعد، تحتاجهم اللحظة لكي يخففوا الجراح قدر المستطاع. نحن لا زلنا نواصل الجهود للتخفيف من آلام الجرحى، لا زالت مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء تتبنى توفير الأدوية للجرحى عبر فاعلي الخير، ولا زلنا نقوم بتسفير الجرحى كذلك إلى خارج البلاد عبر فاعلي الخير الذين نحييهم ونوجه لهم أسمى آيات الإجلال والإكثار والتعظيم لمواقفهم الجبارة تجاه جرحى مدينة سعد. زلنا كذلك نواصل الجهود في أن نحاول إيجاد مركز علاج الطبيعي، ومن هنا كذلك أحيي الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توفى الكرمان، والتي بادرت بإنشاء مركز العلاج الطبيعي هنا في مدينة سعد، والذي سيخفف العبء الكبير عن الجرحى في المدينة. أضف إلى ذلك بأن مركز الأطراف في مدينة سعد في مستشفى الثورة، والتي كانت قد تبنت مبادرة لم نقهر، قد أغلق أبوابه بسبب أن الأوضاع المادية رديئة للغاية، ولم يستطيعوا أن يوفروا المال لكي يقوم المركز بأدواره. ومن هنا ننادي بسبب شوقي السري بأن ينظر في موضوع مركز الأطراف، لأن هذا المركز خفف العبء الكبير عن الجرحى الذين فقدوا أطرافهم في مدينة سعد، سواء الجرحى الحرب أو الجرحى المدنيين الذين تعرضوا لأحداث مروريه. شكرا شكرا جزيلا لك حياة الذبحاني، رئيس رابطة إعلامية تعز، ناشطة في جانب أيضا التخفيف من معاناة الجرحى ومحاولة المساهمة في علاجهم. شكرا لك حياة.